دي دنيا. ها دنيا بتتكلمي منين؟ هكون بتكلم منين يعني؟ من الكباريه. قابلتي عزام؟ هو اللي جالي وقال لي اعرف كل اخباركم وبلغها له. وقلت له ايه؟ سيرته في الموضوع طبعا، وقلت له اللي هو عايزه هيحصل، بس انا خايفه قوي يا حربي، الراجل ده مش سهل، انا حاسه الموضوع ده مش هيعدي على خير. يا رايا دنيا ما تجمدي قلبك امال الله، وبعدين موضوع عزام ده هيخلص في اسرع وقت. المهم قولي لي، عزام بيسيب الكباريه ويروح الساعه كام؟ على الساعه 2، 2 ونص تقريبا. حلو قوي، يبقى هننفذ الليله. ايه الليله؟ خير البر عاجله. يعني يا حربي انت مصمم على اللي في دماغك دوت؟ يا رايا دنيا ده حق دعاء علينا، وبعدين ما قدرناش طريق تاني غير ده. المهم تنفذي اللي قلت لك عليه بالحرف وسيب الباقي على الله. حاضر حاضر يا حربي، هعمل كل اللي انت قلت لي عليه. وانا اخلص اللي ورايا واجي لك على البيت. سلام. خليه، هنحتاج له الليله. يا مفيد اتأخرت عليا ليه؟ أنا مش مفيد يا عنتر، أنا عزام. يا عزام حاجة؟ أنت في العوامة؟ في العوامة. طيب أنا جاي لك على طول عشان عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع إيه؟ لما أجي لك هقول لك. على العموم أنا مش هتأخر. سلام. نام فين؟ الحان يا عنتر بيه، في حاجة رهيبة حصلت. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هما بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم عليا الاتنين دول اللي هياكلوا من دول. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم سعادتك أهو عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟ هيك أنت كمان يا عنتر بيه. ابعد يا روح ما بعدك روح يا أخويا. عنتر بيه انت ما بتردش عليا ليه؟ عنتر بيه يا عنتر. انت اتاخرت قوي كده ليه؟ عبال ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه اهو.
يلا بينا احنا يا حبيبي. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجة. يا دوبك بقى دنيا نروح نلم لنا ساعتين، ورانا بكرة شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكرة. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليه. مالكيش دعوة أنت بدعاء. ابعدي عنها أحسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حربي خلينا نمشي من هنا يلا. تصبح على خير يا دنيا. وانت من اهله. اصحى زين اصحى جدع بقى انت ايه قتيل. اصحى اصحى امشي شويه يا حبيبي امشي يلا زين يلا حبيبي يلا زين يلا زين اصحى حبيبي. بس بقى بس يا حرب على الصبح انت بتهش دبانه يا عم. انت ناسي ان احنا رايحين لصلاح قبل ما نطلع على الباشا الكبير ولا ايه؟ يا سيدي مانيش ناسي. طب يلا اسيبك كده على القهوه وانت اصحى وفوق كده وخلي الواد بركه يصحى بقى عشان نروح المستودع. عايز حاجه؟ سلام. وعلى الفل. اصحى بركه. قوم يا بخت. واحد شايكوشه تقيل يا واد كيمو. عينيا يا نجم. صباح الفل يا عم نوفل. صباح النور يا ريس حربي. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ما انا دلوقتي بصحى بدري عشان افتح المستودع للعمال عشان الشغل يمشي اوام اوام. عفارم عليك يا عم نوفل يا راجل يا بركه. انا كنت عايز اشكرك عشان الموقف اللي انت عملته مع دعاء وخليتها تمشي من عند دنيا ورجعتها المنطقه تاني. عيب يا عم نوفل ما تقولش الكلام ده. دعاء دي بنت حتيته زي اختي بالظبط. ربنا يديم المحبه. اقوم انا عشان العمال. يا ايه يا عم نوفل خلاص الشاي عندي اتكل انت على الله. طول عمرك صاحب واجب. سلام عليكم. وعليكم السلام. احلى شويه شاي لاجدع كوماندا في المنطقه. صباح الفل يا كيمو. صباحك ورد يا عمنا. باشا نورت يا باشا. سيادة الباشا بنفسه مشرف عندنا النهارده وانا بقول الدنيا منوره كده ليه؟ اتفضل يا باشا اتفضل اقعد ما تكسفش. ازيك يا حربي؟ بخير يا باشا بخير طول ما سعادتك بعيد عني. تحب تشرب حاجه يا باشا على حسابي؟ بس انت يعني ضيفنا واكرام الضيف واجب. انا لا جاي اشرب ولا جاي الضيف، انا جاي اعرف حاجه واحده بس. انت عايز توصل لايه يا حربي؟ اوصل لايه في ايه بالظبط يا باشا؟ موضوع اماني. موضوع اماني. انا عرفت من سياده اللواء انك ناوي تقابله الجمعه اللي جايه. سياده اللواء بنفسه هو اللي طلب انه يقابلني، واظن يعني كان هيبقى عيب قوي لو رفضت اني اقابله. مش دي الاصول برضه يا باشا ولا ايه؟ لا والله بتفهم في الاصول يا ما انا اصلي قلت لك يا باشا من الاول انا طيب وابن حلال بس انت اللي مش واخد بالك. وانت ناوي تقول ايه بقى لسياده اللواء في المقابله دي؟ والله يا باشا يعني الحقيقه لسه مش عارف يعني، بس هو يعني هنقعد مع بعض ونتكلم والكلام هيجيب بعضه اكيد. واكيد برضه سياده اللواء هيحكي لك على دار بني. مش هو برضه ما بيخبيش عنك حاجه؟ هو هتفتكر يالا ان العربيه اللي انت فرحان بيها ولا كم هدمة اللي انت لابسهم وفرحان بيهم برضو ولا القرشين اللي معاك اللي عالم جبتهم منين هيخلوني انسى اصلك؟ انا سبق ونصحتك قبل كده يا حربي، بس واضح ان انت راكب دماغك ومش عايز تسمع النصيحة ومصر تقف في سكتي. وانا اللي يقف في سكتي يا حربي بفرمه. ايه يا باشا هتشدني وتعلقني زي زمان ولا ايه؟ الكلام ده ما عادش ينفع معاك، ما جيبش نتيجة. انت جتتك نحست من كتر اللي شفته. خلص يا باشا وهات من الاخر وقول اللي عندك. تحب يلا افتح شنطه عربيتك واطلع لك تربه حشيش ولا باكيت بانجو؟ حاول يا باشا حاول وتعملها. لو عايز تشوف شغل الحواه كمل في السكه اللي انت ماشي فيها وساعتها هتشوف العين الحمراء وشغل الحواه اللي على اصوله يا حربي. انا كده قلت اللي عندي واظن كلامي واضح. زي الشمس في عز الظهر يا باشا. أنا كده خلصت كلامي وقد أعذر من أنذر.
كان عايز منك ايه الجدع ده؟ جاي ينصحني ويرسيني على مصلحتي. موضوع اخته برضه؟ ما تبعد عنها يا حربي وتسيبك من الهم اللي في دماغك ده. احنا فين اللي مكفينا اليومين دول؟ يلا بينا يا زين عشان نلحق صلاح. ايوه بس عايزين نعدي على المعلمه انشراح الاول. اهو اطمن على دعاء وبرضو يعني ناخد المعلمه في سكتنا نوصلها المسبك. ماشي يا عم الحبيب. ازيك يا بنت يا سهر؟ ان شاء الله تسلم يا معلم. امال المعلمه فين؟ خرجت من بدري راحت على المسبك. ودعاء لسه نايمه ولا ايه؟ لا دعاء راحت مع المعلمه. راحت فين؟ دي ما قلت راحت المسبك.